بعض الكنائس يا سيدنا لم تفعل قرار تغيير أمناء الخدمة كل 3 سنين. نحتاج توجيه قداستكم. بصوا، هو مش قرار، احنا لما اتفقنا في المجمع عملناها لائحة استرشادية، وقلنا من باب التجديد والتطوير ممكن نغير أمين الخدمة أو أمينة الخدمة لواحد آخر أو أخرى. والتغيير هنا مش معناه اللي مشى وحش خالص، ده معناه بنضخ دم جديد. وأرجو أن تتخلوا عن هذه الحساسية. في سؤال تاني هنا بيقول إيه؟ بيقول مشكلة في كنيستنا أن أمينات الخدمة في الكنيسة تعدى عمرهم 70. واخدين بالكم؟ هو في أمينة خدمة بتوصل 70؟ مش ممكن. أمينة خدمة وصلت 70 إزاي يعني؟ والأباء الكهنة محرجين من تغييرها. كل حاجة تتم بمحبة شديدة، وممكن الأخت الكبيرة ده تبقى جنبها أخت شابة ويعتمد عليها وتقدم فكر جديد تشتغل بيه في تطوير أداء الخدمة. وعملية التغيير لما تتم كل فترة دي عملية لتطوير وتجديد المسؤولية، ودي حاجة كويسة خالص. احنا في المجمع المقدس خدنا الريادة في كده، كان في نيافة أنبا رفائيل سكرتير كلنا انتخبناه من 6 سنين، كويس، فترة 3 ثم فترة تانية 3، بعد كده السكرتارية العامة المجمع 4 أباء أسقف، بقى فيه اختيار لأربعة تانيين، وكلنا بنشتغل وكلنا بنتطور. وبرضو لجان المجمع غيرنا فيها باستمرار. التغيير سمة الطبيعة وسمة التطور وسمة التقدم. وأرجو أن يتم الأمر بكل سلام في أي كنيسة.